أستاذ وليد، أهلا بحضرتك. السلام عليكم، أهلا بك يا أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وليد، لماذا هذه الوقفة وما هي المطالب الوقفة أمام القنصلية المصرية في اسطنبول؟ بداية تحياتي ليك ولجمهورك الكريم. احنا تنعم لعلمنا والعلم الشباب اللي موجود وأسر الناس اللي محكوم عليهم بالإعدام ان سيتم تنفيذ الإعدام الليلة او انه تم نقل المحكومين بالإعدام لعنبر التنفيذ، وبناء عليه احنا اتحركنا كشباب اللي موجود في اسطنبول او الشباب اللي موجود في المهجر للاعتصام امام السفارة او القنصلية المصرية في اسطنبول، ان احنا بنبعت رسالة للعالم كله ان احنا رافضين هذه الاعدامات، ان احنا رافضين هذه القتل تحت اسم القانون او تحت اطار القانون. الشباب دلوقتي، شباب اسطنبول بدأ يتجمع من كل مكان، الشباب بدأ يتجمع من جميع انحاء تركيا، من جميع انحاء اسطنبول، بدأ يقف دلوقتي قدام السفارة يبعت رسالة للعالم كله ان مصر فيها شباب بيتم قتلهم تحت اسم القانون، مصر فيها شباب بيتم قتلهم لمجرد اختلافهم مع عبد الفتاح السيسي، وبيتم تصفيتهم باسم القانون، وبيتم تصفيتهم بحكم قضائي او بحكم القضاء المسيس، قضاء عبد الفتاح السيسي.